الحلويات، الحلويات كلمة بتخوف ناس كتير قوي، بتحس ان الموضوع معقد مع انه ممكن يبقى سهل وبسيط جدا. في وصفات حلوة كتير سهلة وبسيطة زي اللي احنا هنعملها النهاردة، كيكة بطاطا بشوية تريكات كده واضافات هتخليها احلى من الجاهزة. مقاديرنا: كوبايتين من الدقيق، كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوباية بطاطا بيوريه، كوباية زبادي بتاعت السوبر ماركت، بيضتين، معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، ورشة ملح. هنخلط دلوقتي المكونات الجافة مع بعض: الدقيق، بيكنج صودا، والقرفة، رشة ملح صغيرة. هخلط المكونات الجافة مع بعض، هضرب البيض والزيت والسكر، نزل السكر. وبما ان الوصفة دي فيها قرفة فانا مش هحط فانيليا على البيض، هحط قرفة. اخر حاجة الزيت، طبعا ممكن استبدله بزبدة بس الزيت في الوصفة دي احسن عشان بيخلي الكيكة هشة اكتر. هضرب بقى كل ده كويس مع بعض. بعد ما ضربنا 3-4 دقايق كده البيض والزيت والسكر وتأكدت ان السكر ده، هضيف كل المكونات على بعض. هنزل بقى الزبادي والبطاطا البيوريه، هضربهم. هنزل خليط المكونات الجافه، هقلب كل المكونات مع بعض، شغل المضرب كده. خليط الكيكة جاهز معايا. هجيب قالب اللي هخبز فيه الكيكة سواء كان صينية او اي شكل انتوا عايزينه، بس دايما انا بحبه يبقى اكبر من مقاس الكيكة العادية، لان انا بحب الكيكة دي تبقى رفيعة عشان لسه هنعملها فروستنج. هنبطن القالب بزبدة بحرارة الغرفة، نحط شوية دقيق كده. القالب بعد ما بطنته هنزل الخلطة. بصوا القوام تقيل ازاي، زي ما انتوا شايفين انا صبيت الخليط في قالب الكيك، هندخله فرن على درجة حرارة 180. ولو تاخدوا بالكم انا هنا ما الكيك مش مرتفع قوي لغاية نص القالب زي ما متعودين في تسوية اي كيك، عشان زي ما قلنا ان احنا عايزين القالب يبقى رفيع شوية. الكيكة خرجت دلوقتي من الفرن، انتوا مش فاهمين ريحتها عاملة ازاي. عايزة الكاميرا كده تقرب معايا، بصوا الكيكة طرية ازاي، مش محتاجة الفروستنج اللي انا هعمله، ممكن تتاكل كده عادي جدا. ممكن تتعمل كاب كيكس للولاد بنفس العجينة اللي احنا عملناها، ممكن اقطعها سلايسز واكلها مع شاي او اي مشروب سخن. جربوا الوصفة ونكمل باقي خطواتنا. هناخد بقى مكونات الفروستنج: البطاطا المهروسة، تقريبا كوباية من البطاطا المهروسة او على حسب طبعا الكمية اللي احنا عاملينها. البطاطا بتبقى نص كمية الكريمة، وكريمة مخفوقة. هضرب الكريمة والبطاطا كده، كريمة البطاطا جاهزة معي. دلوقتي بقى هزين الكيكة بالكيكة كريمة البطاطا، هعمل وردات صغيرة كده. اللي ما عندوش كيس الحلواني ده، احنا ممكن نعمل ديكوريشن بظهر معلقة، احط الكريمة وزين بظهر معلقة عادي جدا. اخر حاجه بقى احط شويه صوص كراميل. طبعا كل اللي انا بعمله ده اختياري، احنا بندلعها شويه كده. الكيكه جاهزه معايا، كيكه البطاطا بالقرفه، وصفه سهله وسريعه بغض النظر ان احنا زودنا تفاصيل تزيين الكيكه، بس هي جربوها سهله جدا وبسيطه جدا، وصدقوني هتفضلوا تعملوها طول الشتاء. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.